معانا على التليفون ايهاب الجنيدي، طبعا الصحفي بجريده اس ومتابع جيد جدا للكره الانجليزيه والكره العالميه بشكل كبير. عايزين نعرف منه كواليس وتداعيات اقاله فرانك لامبارد من تشيلسي. مساء الخير يا ايهاب. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، مساء الخير يا استاذه سهام. يا ايهاب، 250 مليون يورو يا ايهاب، وتشيلسي في المركز التاسع صح؟ المركز التاسع بالظبط زي ما بتقولي كده حضرتك، وزي ما قال كابتن هاني الموضوع ليه كواليس من فتره. الاقاله كانت متوقعه في ظل تراجع النتائج بشكل كبير لفريق تشيلسي. فريق تشيلسي خاض الموسم ده من بدايته وسط طموحات كبيره جدا من اداره النادي بقياده طبعا الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش وجماهير النادي اللي كانوا بيقولوا ان هم هيبقوا المنافس الاقوى على البطوله في ظل الصفقات الكبيره اللي ابرموها. ان السنه دي الموسم ده تشيلسي ابرم صفقات ب 250 مليون يورو زي ما حضرتك قلتي. صحيح. جاب نجوم من الصف الاول في العالم، جاب ثنائي منتخب المانيا كاي هافيرتس والمهاجم المتميز تيمو فيرنر، جاب الحارس الكاميروني ادوارد ميندي من اياكس امستردام، جاب النجم العربي الكبير المغربي حكيم زياش اللي كان من افضل الاجنحه في اوروبا في الموسم اللي فات زي نجمنا محمد صلاح. فصرفوا كتير وابرموا صفقات كبيره، في النهايه النتائج تراجعت بشكل كبير. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي ايهاب، خليفه يعني مين خليفه لامبارد اللي هيقود القياده الفنيه لتشيلسي في ظل ظروف، طبعا انت عارف ظروف كورونا وعندهم مشاكل ماديه كتيره. في بعض الاسماء وهناقشها معاك في على مستوى المدربين الايطال، في طبعا أليجري المدرب الايطالي الكبير، في على مستوى المدربين الالمان في توخيل انت عارف يمكن اقيل من باريس سان جيرمان في الاسابيع الاخيره. مين الاقرب يا ايهاب لتولي المسؤوليه في تشيلسي؟ طيب خلينا نقول من الاول يا كابتن هاني ان في مجموعه من الاسماء طبعا اللي حضرتك قلتهم على راس المرشحين حاليا، توماس توخيل وماسيميليانو أليجري. الاثنين ما بيدربوش حاجه دلوقتي، بس ظهرت اسماء لامعه في زي ما بيقولوا في اللحظات الاخيره. امبارح مثلا الاسباني الشهير رافا بينيتيز ساب فريقه داليان الصيني ورجع اوروبا. أوكي. وكان انت عارف طبعا زي ما حضرتك عارف ان هو مسك قبل كده تدريب ليفربول ونيوكاسل وريال مدريد ومسك فرق كبيره جدا في اوروبا. أوكي. عنده سي في قوي جدا، اصبح مرشح قوي حاليا لتدريب فريق تشيلسي. طبعا اتطرح برضو النجم الكبير ونجمهم السابق المهاجم اندري شيفشينكو، حاليا مدرب منتخب اوكرانيا. طبعا ونجاحاته مع منتخب اوكرانيا فكروا فيه، كان في ابرز مدرب شاب في اوروبا يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج طرحوه برضو، بس هو اعتقد هو اعتذر، يعني هو اعتقد يعني وصلته المعلومه وعن طريق وكيل اعماله، فهو اعتذر عن المهمه لظروف شايف ان هو مش الوقت المناسب وان يمكن هو مركز مع فرقته بشكل كبير. توخيل الالماني كان في اخبار ان هو الاقرب للقياده الفنيه لتشيلسي، وعلى الجانب الاخر في بعض الانتقادات لتوخيل على مستوى الكنترول للدريسنج روم نفسها، وكان عنده مشاكل هناك في باريس سان جيرمان. شايف الامور الاقرب مين في الساعات الاخيره يعني؟ تمام يا كابتن هاني، زي ما حضرتك بتقول انا عايز اقول لك ان خلال ساعات النهارده ممكن بالليل او بكره الصبح يعلن رسميا ان توماس توخيل المدربه اللي هو الاقرب لفريق لفريق تشيلسي الانجليزي. الاداره مقتنعه بيه بشكل كبير هناك، وان كان في خلاف جوه الاداره نفسهم برضو، بعض الافراد بيقولوا ان هو ليس قوي على قياده غرفه الملابس، وفي خلافات بينه بتبقى بينه وبين اللاعبين زي ما حصل مع نيمار بالنسبه له، ومبابي زي ما حضرتك كنتم متابعينه بنتكلم ان يعني طلعوا عليه وما كانش فيه تقايد بتعليماته، وده عمل مشاكل كبيره في باريس سان جيرمان. فدي النقطه اللي هي ممكن مقلقه اداره تشيلسي نسبيا من المدرب الالماني، ولكن في نفس الوقت هم شايفين انه حقق نجاحات في الموسمين اللي مسك فيهم فريق باريس سان جيرمان. خد الدوري الفرنسي ليجا 1 مرتين، قدر يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا وخسر بصعوبه قدام بايرن ميونخ بهدف لا شيء زي ما تابعنا الموسم اللي فات. انما حاليا وفقا لاخر حاجه كتبتها ديلي ميل وستان ومعظم الصحف الانجليزيه، هو حاليا في لندن الليله دي عشان موجود حاليا خلاص في لندن يعني عشان توقيع العقود. يعني هو هنشوف اللي هيحصل لانه ده مركز طبعا بنتكلم على مركز تاسع لا يليق لا بالنادي ولا بطموحات النادي ولا بالملايين حتى اللي اندفعت في ظل جائحه كورونا يا ايهاب. انا بشكرك جدا جدا ايهاب الجنيدي طبعا زميلنا وطبعا المحرر في موقع اس. شكرا جزيلا.